ลยอ่ะได้ค่ะฟิล์มHi, اسمك ايه؟ انا اسمي ماريا. اهلا بك في المدرسة. مش بتقدر تمشي؟ ولا بتتكلم؟ مش بتعمل حاجة خالص؟ مالك؟ انت غريب شوية. بص، دي حاجة سهلة خالص، لو حبيت تحرك ايدك تعمل كده، دي الخلاصة. ولو حبيت تتكلم بتحرك بقك كده، لم، دي خلاصة. ماريا يلا نكمل لعب. لو حسيت انك عاوز تخرج بتعمل ايه؟ انا لما بحس بكده مش بقدر اتحملها. نط الحبل، دي لعبة جميلة جدا. ماريا دي غريبة قوي. عرفت المشكلة فين؟ انت بتحب الكرة اكتر. على التنفيذ، مهاجم الفريق يستعد للتسديد. انا هداف البطولة، ولكن حارس المرمى هو الافضل على الاطلاق. تسديدة رائعة. على يمين حارس المرمى. سيبولي انا اخرجه. كيلو بامية، القطة العمية سرقت قميصي. كيلو بامية، كيلو بامية. كان يا مكان كان في اميرة جميلة جدا اسمها سندريلا. واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين. قبطان، فلتنقذ الأميرة. ساعدني يا قبطان، انت الوحيد اللي تقدر تنقذني. انا خطفت الأميرة ومش هسيبك ابدا تنقذها. ها ها ها. وعاشت سندريلا مع الأمير في سعادة دائمة. سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. اجي ولا لسه؟ سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. اجي ولا لسه؟ اثبت يا نيكولاس. يس، انت شطها لوحدك. انت هتخف وهتمشي وهتتكلم وهنسافر العالم كله سوا. عارف في بلاد بتاكل النمل، بس انا وانت مش هناكله طبعا. ماريا مش هيقدر يخرج النهارده. بصي تعبان قوي، لو حابه تقعدي معاه خليكي. مالك مش عاوز تلعب النهارده؟ Thank you.
لا لا لا. يس، بدأ يمشي. أنا أفضل معلمة في الدنيا. أكيد جاب جول. ما كناش نعرف إنه تعبان قوي كده، ما حدش كان مستعد لده. على الأقل ده حصل وهو نايم معناش وراح بسلام. في الحقيقة كان مبتسم. مش عارفة ازاي هعرف الأطفال وخصوصا ماريا، كانوا صحاب قوي.